ذكرى 30 لانطلاقة حماس. نوجه التحية، كل التحية لشعبنا الفلسطيني الذي احتضن المقاومة واحتشد بالآلاف المؤلفة اليوم ليحترم هذا الخيار، خيار المقاومة، ويعبر عن فرحته باستمرار نهج المقاومة. نقول لشعبنا نحن ماضون على درب العزة، المقاومة، درب الشهداء، حتى نحرر أقصانا وأسرانا ونحقق حق العودة. نعاهدكم أننا ماضون على درب الثوابت والمقاومة. رسالة إلى المقاومة الفلسطينية، كل التحية لك وعلى رأسك كتاب القسام التي مرغت ألف الاحتلال. رسالة للسلطة الفلسطينية بضرورة وقف التنسيق الأمني وإعلان فشل أوسلو ورفع اليد عن المقاومة الضفة الغربية، رفع العقوبات عن قطاع غزة. ورسالة إلى إخواننا الفصائل الوطنية والإسلامية، تعالوا إلى كلمة سواء لنضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمجابهة قرار ترامب المأثور. فنقول ترامب، القدس هي العاصمة الموحدة الأبدية للشعب الفلسطيني. مهرجان انطلاقة حركة حماس في ذكراها 30 جاء متزامنا مع قرار ترامب الأخرق ضد مدينة القدس، ليكون مهرجان نفير القدس، والتأكيد على الرفض الشعبي العارم لقرار الإدارة الأمريكية ضد مدينة القدس، ومدى الالتفاف الجماهيري حول خيار الجهاد والمقاومة، وأن خيار المقاومة اليوم بات خيار الشعب بأكمله بعد أن فشل خيار التسوية في تحقيق الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني. نحن نقول للاحتلال الإسرائيلي ولحلفائه من الأمريكان أنه زمن الحصار والقصف والقتل والاستسلام أصبح زمن وراء ظهورنا. اليوم نحن ماضون معنا الشعب ومعنا المقاومة ومعنا القوة والإرادة والعزيمة حتى كسر كافة المعادلات وإفشال كافة مشاريع التصفية التي تمرر على القضية الفلسطينية. نحن نقول لهم جميعا، لن يسجل التاريخ بأننا فرطنا بذرة تراب من فلسطين أو اعترفنا بالاحتلال أو قسمنا القدس. فلسطين للشعب الفلسطيني والقدس موحدة للشعب الفلسطيني، ليس أمام الاحتلال هو سوى الاستسلام أمام هذه الإرادة وهذه المقاومة أو الرحيل عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. هذا اليوم الطيب المبارك، الذكرى 30 لانطلاقة حماس، هذه الحركة من يوم انطلاقتها وهي تتعرض لأبشع أنواع التعجيز والإبادة ومحاولة إخفاقها، لأنها رفعت المقاومة طريقنا ولأن الجهاد سبيلنا، ولكنها ها هي في اليوم في الذكرى 30 تقول للعالم أجمع أننا بخيارنا وبقوتنا خضنا الطريق بما فيه من ألم، ولكن هذا الألم نعرف أنه يسجل في تاريخنا وستذكره الأجيال إن شاء الله تعالى نقطة ناصعة من ذهب، أن هذه الحركة مضت رغم كل الظروف.